ظالم شديد الظلم لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بأي حال من الأحوال، وإنما الخروج يكون على الحاكم الكافر. الحاكم الكافر لا يجوز أن يحكم المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يحكم كافر المسلمين. أما الحاكم المسلم سواء كان عادلا تقيا ورعا أو كان ظالما جائرا، لا يجوز الخروج عليه. الخروج لا يجوز على الحاكم المسلم. طيب.